سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الآباد رحمتوا، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأطهر وإلى الآباد رحمتوا. آمي المسح والنور في أبرش هتحيا لأيام تطول العصور، آمي المسح وبيها نقوم وهنحيا مع في الأبدية الأخر الدهور. آمي المسح وانتصر على الموت والآلام، آمي المسح من الأموات افرح يا كل الأمم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي. إخريستوس أنيستي. يا إيه ده؟ إخريستوس أنيستي. المسيح قام بالحقيقة قام. لا كده صحينا، كده صحينا، ماشي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده في عيد القيامة السنة دي عايزين نتأمل تأمل جميل جدا كده ونقف عنده كده، علشان ما يبقاش هذا التأمل لأجل كده استفادتنا الروحية لوقت مؤقت، ولا حتى الخمسين بس، ولا حتى كمان السنة دي كلها. احنا عايزين التأمل ده يصاحبنا بقية أيامنا المتبقية لينا على الأرض، بقية الأيام اللي لينا على الأرض. التأمل ده كده يعني أنا حطيت له عنوان حلو خالص كده، جسوني جسوني إني أنا هو، جسوني إني أنا هو. طبعا كلنا مع أحداث القيامة عارفين إمتى تقال القول ده، لبعد رب المجد يسوع ما قام من الأموات كان في ظهورات كتيرة. طبعا من ضمن الظهورات دي طبعا ان في اليوم الاول عند العشيه كده ظهر للتلاميذ في العليه وهي مغلقه، تلاميذ لوحديهم وعمالين يفكروا في الاحداث اللي حصلت من خلال المريمات وتلميذي عمواس، وناس كتير عماله تتكلم عن موضوع ان رب المجد ما كانش موجود في القبر، وبطرس ويوحنا اللي تاكدوا يوم راحوا للقبر. فظهر ليهم رب المجد يسوع وقال لهم سلام لكم. أنا عايز أقرأ لكم بس النص اللي جه في الحتة دي، وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم ما بلكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ ليه دماغكم مقلوبة؟ ليه مهتمين بأمور كتيرة؟ ليه بتحسبوا في حاجات كتيرة؟ ليه مشغولين بأمور كتيرة؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه. على فكرة رب المجد يسوع ظهر لناس كتيرة جدا وتعامل بصورة فردية جدا مع شخصيات كتيرة جدا قبل الصليب والقيامة، وكان حاطط في بؤرة اهتمامه جدا العمل الفردي، وخاصة لما نشوف أمثلة كتيرة قوي في حياة رب المجد يسوع، زي مين؟ السامرية، زكى العشار، لما يروح لمريض بركة بيت حزة لوحده، للمولود أعمى لوحده، للمرأة الخاطية، للمرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، شخصيات كتيرة قوي مش هنقعد نعصر فيها،
كتير جدا، والمرأة المنحنية وابنة ييرس، حاجات كتيرة قوي. ولكن الأهم كان ما بعد القيامة، إن بعد القيامة اتذكرت في الكتاب المقدس مجموعة كبيرة من الظهورات، وقد يكون في ظهورات تانية أكتر منها لم يذكرها الوحي الإلهي على لسان اللي كتبوا الكتاب المقدس. بس في نفس الوقت زي ما كان ربنا قبل الصليب يتعامل مع جموع كتيرة، برضو تعامل في الظهورات مع جموع كتيرة برضو. يعني في إحدى المرات كتب لنا كده القديس بولس إنه هو ظهر لخمسمائة أخ معاً، 500 واحد مع بعض، وظهر على بحر طبرية لسبعة من التلاميذ إيه؟ معاً، وما عرفوهوش إلا بعد معجزة صيد إيه؟ السمك اللي بعد القيامة، مش اللي قبل القيامة، واللي كان فيها السمك معدود 153 سمك. ولكن الأهم من كل ده واللي عايزين نقف عنده النهاردة ويبقى اختبار حي لينا، اللي هو إيه بقى؟ أن ربنا ظهر لناس اتكتب عنهم كلمتين بس، كلمتين بس، وخاصة تلاقوا متركزة أكتر الحتة دي في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15. يقول لنا كده القديس بولس الرسول أنه ظهر لبطرس بس كده، ثم ظهر ليعقوب، وبعد كده يجي يقول واخر الكل مثل السقط او كالسقط ظهر لي انا. بطرس لوحده، يعقوب لوحده، بولس لوحده، قديسين العظماء دول. بس غريبه، احنا ما استفدناش حاجه. ايه اللي احنا استفدناه من كلمه ظهر لبطرس؟ إيه اللي استفدناه من كلمة ظهر ليعقوب؟ إيه أحداث؟ الأهم من ذكر الكلمتين دولة حاجة مهمة جدا جدا، يا ترى هو ياما ظهر لبطرس ده لوحده، لوحده قعدوا قد إيه مع بعض؟ وكان إيه الحوار اللي بينهم؟ وياما ظهر ليعقوب برضو نفس الكلام، ظهر ليعقوب رب المجد يسوع القائم من بين الأموات بالجسد الممجد، ظهر لدول وقعد معاهم، يا بختهم. وكان ايه فحوى هذا اللقاء؟ كانوا بيتكلموا في ايه؟ يا ترى لما قابل القديس بطرس كان لقاء ايه؟ عتاب؟ احنا عارفينه انه لما ظهر للتلاميذ عند بحر طبرية جي قال بعد كده لبطرس، قال له ايه؟ أتحبني؟ قال له أنت تعلم يا رب؟ قال له ارعى ايه؟ خرافي. ثلاث مرات، درجة آخر مرة زعل القديس بطرس قال له ايه؟ أنت تعلم يا رب إني أحبك. بس كان موقف قدام التلاميذ، إنما لما قعدوا لوحديهم قعدوا قد ايه وقت؟ اتكلموا في ايه ساعتها؟ اتكلموا في ايه؟ وظهر لتوما مخصوص لوحده مع التلاميذ بسبب ايه؟ عدم ايمانه. وهل بس الحوار توقف على كده بس؟ يعني انه اراه جنبه واراه الجراح وخلص الموقف على كده، ولا كان لسه في حوار تاني؟ طب الاجمل من كده بقى، انه رب المجد يسوع أيضا ظهر لتلميذي عمواس. كل اللي كتبوا إنجيل معلمنا لوقا البشير ما يتعداش خمس ست آيات. طب أنتوا عارفين إنه لما ظهر لهم هم طالعين من أورشليم عبال ما يوصلوا عمواس المسافة دي قد إيه؟ قدروها كل المفسرين بالمقاييس العادية 60 غلوة. الستين غلوة دول يقال إن الغلوة الواحدة 185 متر، يعني ما يقرب من على الأقل خالص أضعف يعني شيء في التقدير
حوالي 11 كيلو متر مشيوا مع بعض. لو هنعتبر دول شباب، شباب ماشيين من بلد لبلد ومشيوا ال 11 كيلو دول، عايزين في ال 11 كيلو دول حسب سرعتهم، يعني كانوا بيمشوا متباطئين وبيحكوا ويدردشوا او بيمدوا كده في المشي، لا تقل عن ساعتين ولا تزيد عن 3 ساعات. طب اللي حكاه لنا القديس لوقا مش 3 ساعات، مش 3 ساعات. وبعد كده هما لما وصلوا لعمواس ألزماه ان هما يقعدوا معاهم في البيت لان خلاص الليل ليل. طب في قعده البيت دي حكوا في ايه تاني لغايه لما بعد كده جابوا له ياكل، فاخذ الخبز وبارك وكسر وناولهم فانفتحت ايه عينيهم. ايه الحوار اللي قعد 3-4 ساعات ده؟ نقول 3 ساعات في الطريق وندي ساعه حتى في البيت عندهم لغايه لما اختفى عن اعينهم. بس في حاجه عبروا بيها عنهم، قال اليس كان قلبنا ملتهبا فينا حينما كان يكلمنا في الطريق؟ طب كان ايه الحوار ده اللي عبر عنه الكتاب؟ ان هم لما كانوا بيشتكوا رب المجد يسوع عن المسيح الكان اللي هم كانوا مزمع ان يفدي اسرائيل، ماتوا، وفي بعض الناس بيقولوا انه ايه قام من الاموات، وبعض النسوه بيقولوا الكلام ده. فقال لهم ايها الغبيان، انتوا مش فاهمين ازاي بطيء ايمان في القلوب، ليه بتخطوا افكار كتيره في عقولكم وفي قلوبكم، ليه مشتتين؟ ويقول لنا بعد كده بقى بدا يعمل حاجه جميله، اللي هي ايه بقى؟ بدا يشرح لهم اللي جه في العهد القديم ابتداء من موسى والانبياء في كل الامور المختصه بيه. طب انهي نقاط بالظبط اللي هو خدها من العهد القديم علشان يفك كل الالغاز اللي محيراهم؟ انما بلا شك كل واحد من دول كان له اختبار شخصي مع رب المجد يسوع، جسوا، لمسوا، قدر يلمس الجسد المقام من الأموات، الجسد الممجد، اختبر شيء في اللقاء ده وشيء قوي احنا ما عرفناهوش. وكأن قصد الوحي الإلهي، عارفين يعمل ايه؟ يتركنا نحن نتأمل ما فحوى هذه اللقاءات. يا ترى ايه الحوار اللي يكون في اللقاءات دي؟ كأن ربنا عايزنا نجرب. يعني ايه نجرب؟ تعالوا اقعدوا معايا، اقعدوا معايا، المسوني، جسوني. ما تزعلوش مني يا احبائي، احنا ناس كتير لغايه دلوقتي ما تعرفش رب المجد يسوع، وقد اكون انا اولكم. احنا ما نعرفوش لسه. الناس دي لما عرفته انطلقت بروح ناريه في الكرازه بطريقه ملأت وفتنت كل المسكونه. مين فينا يقدر يعمل كده؟ مين يعمل فينا كده؟ محدش فينا يقدر يعمل كده دلوقتي، سامحوني. يعني اللي هم لمسوا حاجه، جسوا حاجه. هو لما جه ظهر لتوما القديس العظيم ده، رغم ان يعني الكتاب بيتكلم عن عدم ايمانه وقله ايمانه، هو بمجرد ما توما القديس دوا حط ايده في جنب المسيح راح صارخ ربي والهي. ما قالناش الانجيل هو ايه اللي حس بيه؟ هي الصرخه دي طلعت برد فعل مباشر كده ازاي؟ هي اللمسه دي عملت له ايه؟ هو ايه اللي حصل في الجسه دي؟
احنا بنقرا الاحداث كانها ايه؟ قصه. قصه ده بمجرد ما وضع ايده ولمس جنب صرخ ربي والهي. ايه يا قديس توما؟ انت ايه اللي حصل لك؟ ايه الشعور اللي جالك؟ ايه اللي حسيت بيه في الجنب ده؟ الصرخه دي طلعت بتلقائيه بدون استعداد ولا ترتيب ولا تفكير. انت هي ايه اللي حصل لك عشان تطلع منك الصرخه دي؟ في ايه كان في جنب المسيح؟ عشان كده كلنا للاسف ما بنفكرش الا في اننا نقرا الحاجه كده على الهامش، انما مش قادرين ندخل للعمق خالص. انما انا اقول لكم على حاجه جميله. الهنا رب المجد يسوع في الاحاديث الوداعيه مع التلاميذ، واعتقد ده اللي اختبره التلاميذ في مواقف الظهورات. رب المجد يسوع قال كلمه جميله، قال ايه؟ الذي عنده وصاياي ويحفظها. هنقولها كلمتين. الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. اللي بيحبني جد، مش اللي بيحب أقول له أنت بتحب يسوع، يقول لي طبعا. وده عايز نقاش؟ ايه عايز نقاش؟ طب ما انت ما بتناولش ولا بتيجي الكنيسه. هو الحب كلام ولا ثمار باينه في حياتك تبين محبتك لربنا؟ فيقول لك فهو الذي يحبني ويحبه ابي وانا احبه. وبعد كده يكمل كلمه جميله جدا عايزين نحط تحتها مليون خط، واظهر له ذاتي. طب ده في ناس مننا قربت تخلص اعمارها على الارض، ويمكن احنا ضامنين نعيش لبكره، لغايه دلوقتي ما شفناش المسيح له المجد، ما ظهر لناش. يبقى احنا مش بنحبه؟ هو قال اللي بيحبني انا هظهر له بذاتي كمان. مش معقوله حاشا ان ربنا يكون بيكذب علينا؟ والدليل على كده في مواقف ظهر فيها لناس معينه، زي ما قلنا بطرس، زي ما قلنا توما، زي ما ظهر للمريمتين اللي كانوا عند القبر، زي ما ظهر للمجدلية. وكل دول اختبروا اللقاء ده، اختبروه. على فكرة ساعة ما قال أظهر له ذاتي دي، في واحد اسمه يهوذا، مش الإسخريوطي، واحد تاني اسمه يهوذا في التلاميذ، قال لربنا كلمة جميلة كده، قال له يا سيد ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ اشمعنى احنا؟ مش هتظهر نفسك للناس كلها ليه وللعالم كله ليه؟ ليه؟ أصل كان قايل رب المجد يسوع قبل ما يقول الذي يحبني وأظهر له ذاتي، كان قايل كلمة غريبة جدا جدا. كان قايل إيه في الحوار بتاعه؟ بعد قليل لا يراني العالم، أما أنتم فترونني. أنتوا بقى بالذات هتشوفوني. فالناس محتارة، إيه الحوار الغامض ده؟ إيه الحوار الغامض ده؟ العالم مش هيشوفك، بس إحنا بس اللي نشوفك. عشان كده قال له أنت ليه عايز تظهر ذاتك لينا وما تظهرش للناس كلها؟ ليه؟ قليلين الذين ينتخبون، قليلين، ومش في كل اللي جوه الكنيسة. وده تحذير صعب جدا لينا، تحذير صعب جدا لينا. وكأن اللقاء بين رب المجد يسوع وأي شخصية ده لقاء سري، لقاء جنة مغلقة، يسمح فيه للإنسان اللي بيقعد معاه يلمسه ويتعرف عليه ويتذوق قوة قيامته بالجسد الممجد بتاعه. اختبار شخصي لكل إنسان. وعلى فكرة كل من اختبر هذا الاختبار لم يستطع أن ينطق به.
محدش نطق بيه. والدليل على كده ان ما جاتلناش حتى في الكتاب المقدس اي حاجة عن هذه اللقاءات، ولا اصحابها اتكلموا عنها زي القديس بطرس، زي القديس توما ما قالناش انا حسيت بايه يا ما قلت يا رب وليه، زي القديس يعقوب ما قالناش ايه اللي تم في الحوار ده. ده لقاء سري، اختبار شخصي، جنة مغلقة بين هذه الشخصية ورب المجد يسوع. علشان كده بقى نلاحظ في قول جميل كده قاله القديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا، حضر معانا بالليل ليلة أبو غلامسيس، قاله لملاك كنيسة برغاموس اللي هو ثالث واحد في الكنائس من السبعة. قال: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد. اسم إيه؟ جديد مكتوب لا يعرفه أحد، حدش يعرفه غير الذي يأخذ، يعني ما يعرفوش غير صاحبه اللي قاعد معايا وخد، هو ده بس اللي يعرفه. على فكرة الحصى البيضاء دي يعني رمز لحاجة، يعني في تفسير كتيرة ليها، بس رمز يعني أكتر لإيه؟ زي النشان اللي بياخده مثلا الجنود بتوع الحرب لما ينتصروا يدوهم نياشين. فالإنسان اللي اختبر ربنا في لقاء شخصي ده وقعد معاه ما نعرفش كم ساعة وكانوا بيقولوا إيه مع بعض، وعرف ايه عن رب المجد يسوع في القعده دي، وربنا كان بيقول له ايه، هياخد الحصى دي وربنا هيديها له ومكتوب عليها اسم جديد لا يعرفه احد الا هو بس. اكرام من ربنا، اكرم الذين يكرمونني، يعني يا رب احنا ملناش حق نعرف الاسم ده ايه. لا مالكش حق انك تعرف الاسم اللي انا اديته فلان ده، ليه هو لوحده عشان قعد معايا، عشان اختبرني ولمسني، عشان جسني ولمس جراحاتي، عشان تلامس مع الجسد القائم من الاموات. ده بتاعي انا بس اللي اديهوله، وهو بس اللي ياخده وهو اللي يعرفه. دي جنة مغلقة بيننا وبين بعض، جنة مغلقة بيننا وبين بعض. ولذلك أنا يعني مش عايز أطول عليكم، عايز أقول خلي بالكم، عايزين ناخد الاختبار ده النهاردة. كنت عايز أقول نعيشه في فترة الخمسين حتى، لا أنا نفسي نعيشه بقية الأيام اللي فضلنا. هنعيش يوم، اتنين، شهر، خمسين، سنة، سنين، ليه ما يبقاش لباقي مننا في أيامنا على الأرض جسوني بقى، انتوا هتقعدوا لغاية امتى مش لمسني؟ هتقعدوا لغاية امتى مش عارفيني؟ هتقعدوا لغاية امتى مش قادرين تتلامسوا مع قوة القيامة وناظرين للأبدية؟ خلي بالكم ربنا قال للتلاميذ إني أنا هو، جسوني، وقال لتوما هات إصبعك وهات يدك، حط إيدك، إلمس الجراح، وقال للمريمتين اللي كانوا موجودين، قال لهم إيه؟ أول ما شافوه وتعرفوا عليه جريوا عليه وسجدوا قدامه ومسكوه، مسكوا رجليه. بس في بقى شخصية تاني قال لها لا تلمسيني. ليه لا تلمسيني؟ قال لها لا تلمسيني لأن لسه بتتعاملي معايا كأني جسد ميت، شخص ميت لسه ما قامش من الأموات، فعشان كده ما ادالهاش الفرصة أنها تلمسه لضعف إيمانها، لضعف إيه؟ إيمانها. إحنا بقى في أنهي كفة من الاتنين؟ هل يا ترى في كفة مريم المجدلية، ولا نبقى في كفة بطرس وتوما
والتلاميذ القديسين اللي تلامسوا مع الجسد القائم من الأموات. ده الاختبار بتاعنا، وده ما يجيش إلا تدريب روحية كتير، نقعد تحت أقدام رب المجد ساعات كتيرة جدا، نتلامس مع كلامه ونحفظ وصاياه ليظهر لنا ذاته، ليظهر لنا إيه؟ ذاته. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الأيام بخير. خريستوس أنستي، المسيح قام. كل سنة وانتم طيبين. سبحوا مجدوا زدوا علوا إلى الآباء رحمتوا، فهو المسبح والممجد والمتعالي على الأطهر وإلى الآباء رحمتوا. آمن المسح والنور في أبرش هتحيا لأيام تطول العصور، أم المسح وبيها نقوم وهنحيا مع في الأبدية لآخر الدهور. آمن المسح وانتصر على الموت والآلام، آمن المسح من الأموات افراح يا كل الأمم. سبحوا مجدوا زدوا